منافسات حماسية خاضها أبطال منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في البطولة الدولية اللي تم تنظيمها في دولة إيطاليا، وقدر المنتخب أنه يحصد فضية الفرق في بطولة كأس العالم تحت سن 20 سنة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف الدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري لمنتخب مصر لرياضة السلاح. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. ألف مبروك التألق في البطولة، ووضح لنا يا ريت تفاصيل المواجهات اللي خاضها ابطال مصر، عملنا ايه تحديدا وازاي كسبنا بهذه البطوله؟ يا اهلا وسهلا بيك. الاول طبعا احنا عندنا ثلاث اسلحه، لان احنا عندنا بطولتين بيتلعبوا دلوقتي. البطوله الاولانيه بطوله سيف المبارزه او الاي بي، دي كانت امس اللي هي جبنا فيها فضيه في اودينا في ايطاليا. لعبنا دور الاثنين، طبعا الفريق بتاعنا هو المصنف الاول على العالم عشان الناس تبقى عارفه المعلومه ديت ب 382 نقطه، وياتي بعدينا امريكا 334، وبعدين المجر 328. فاحنا فريقنا متصدر العالم وفريق قوي جدا، يتكون من محمد ياسين، محمود السيد، يوسف شامل، واسلام اسامه، والمدير الفني الدكتور سيد سامي. عندنا احنا لعبنا دور ال 32 باي طبعا، لان احنا الاول على العالم. دور ال 16 لعبنا السعوديه، كسبنا 45-35. دور الثمانيه لعبنا اسبانيا، كسبنا 45-36. دور الأربعة لعبنا سويسرا، كسبنا 44-31. حلو قوي. وفي النهاية لعبنا إيطاليا طبعا على أرضهم، كان ماتش سجالي جدا وخلص تايم، ما خلصش حتى بالسكور، لأن السكور بيخلص من 45، فخلص الماتش 42-39 بفرق ثلاث لمسات يعني. طبعا النظام مباريات الفرق إنه بيكون الفريق مكون من ثلاث لاعبين، وبيسلموا بعض، كل لاعب بيلعب خمس لمسات او ثلاث دقائق ايهما اقرب يعني، وصولا ل 45 لمسه. في نفس التوقيت كان عندنا بطوله سيف سلاح السيف او الصبر، دي كانت فردي موجوده في بودابست، وقدر اللاعب احمد هشام السداوي ان هو يجيب ميداليه برونزيه، كسب ست مباريات في الادوار التمهيديه، كان مع اوكرانيا ورومانيا وتشيك والمجر واسبانيا والمانيا. وبعد كده في دور ال 256 طلع باي، في ال 128 كسب لاعب اليونان 15-5. مباراة الفردي بقى تختلف عن الفرق، لان الفردي من 15 لمسه. سنغافوره كسبها 15-7 ال 64، المجر في ال 32 كسب 15-12، فرنسا في دور ال 16 15-12، تركيا 15-14 في دور الثمانيه، ورومانيا خسر منها 15-8 وقدر يحصل على الميداليه البرونزيه. دكتور أيمن، لو تكلمنا أكتر عن أبطالنا، أبطال منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، لو تكلمنا عن كيفية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة، إيه المعايير اللي بيتم وضعها لاختيار اللاعبين؟ طيب، بالنسبة لكل المنتخبات في معيار واحد، هو معيار التصنيف المحلي. والتصنيف المحلي ده بيكون مزيج ما بين البطولات الدولية والبطولات المحلية، بيقدر ياخد عليها نقاط. المنتخب بيتكون من اربع لاعبين، بيكون ثلاث لاعبين اساسيين ولاعب احتياطي، فبيتم اختيار اول اربع لاعبين، الا بقى لا قدر الله في حالات الاصابه بيتم استبدال احدهما، او في حالات ان لاعب يكون احفظ بشكل كبير فاللائحه بتتيح ان هو يكون في راي فني في اضيق الحدود. بالنسبه لمنتخبنا برضو في سلاح السيف، هو من المنتخبات القويه جدا، هو المصنف الرابع عالميا، الاول اوزبكستان، امريكا تاني، رومانيا تالت، مصر رابع. والمنتخب بيتكون من اللاعب زياد نوفل، احمد هشام السداوي اللي جاب ميداليه امبارح، ياسين فوزي وادهم عماد، ومعاهم المدرب كابتن محمود عبد الغفار. الفرقه ديت هتلعب ان شاء الله بطوله الفرق النهارده، هم لعبوا الفرق امبارح. ان شاء الله يلعبوا بطوله الفرق النهارده ويساعدونا زي ما فريق سيف المبارزه او فريق الكبي اسعدنا امس واسعد كل المصريين. الميزه في البطوله بتاعت امبارح بيبقى في كذا كاس عالم في السنه، من اربع لخمس كؤوس عالم. بطوله اودينا او ايطاليا دي بتكون اقوى كاسات العالم على الاطلاق. في سن 20 سنه. صحيح. فان احنا نقدر نعمل الانجاز ده، طبعا الفريق ده كان فيه عنصر قوي جدا محمد السيد، بس طلع المرحله العمومي. والفريق ده قدر يحصل على سبع ميداليات ذهبيه العام الماضي، خمس كؤوس عالم وافريقيه وبطوله العالم. صحيح. طب دكتور أيمن، يعني خليني أبص الموضوع بشكل أكبر. الدولة المصرية من فترة اهتمت بعدد من الرياضات اللي بتسمى الرياضات الشهيدة، أو كانت تسمى الرياضات الشهيدة، ليه ما يعني ملهاش
يعني تسليط قوي من وسائل الاعلام او ضوء ما بيسلطش بيها عليها زي يعني ما بنشوف رياضه زي كره القدم. الدوله المصريه عملت ايه معاك وتحديدا؟ يعني شفنا في التنس، شفنا في الاسكواش، شفنا في عدد كبير من الرياضات ابطال مصر قدروا يعملوا حاجات عظيمه جدا، اكيد وراهم دعم. طيب هو مبدئيا الاتحاد المصري الحالي بقياده الكابتن عبد المنعم الحسيني هو احد ابطال السلاح العظام يعني في مصر، منذ 8 سنوات بدعم من وزاره الشباب والرياضه والدوله المصريه قدر يحط خطه طموحه جدا للاتحاد السلاح يقدر بيها ان احنا نتسيد العالم دلوقتي في اسلحه كتير جدا في الرجال بالذات سواء في العمومي او في 20 سنه. ايوه. وبقى لنا 4 سنوات طبعا في كؤوس عالم لتصنيف البطولات في السلاح، كاس عالم او جائزه كبرى او بطوله عالم، اقوى البطولات على الاطلاق هي بطوله العالم. احنا بقى لنا 5 سنوات في أيوه. بطولات العالم بنحقق ميداليات للمنتخبات المصريه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ايمن غنيم المدير الاداري لمنتخب مصر لرياضه السلاح، والحقيقه احنا يعني فخورين وبنحيي كمان ابطالنا ابطال منتخب مصر للسلاح سيف المبارزه على كل هذه النتائج المشرفه الحقيقه. شكرا لحضرتك يا فندم.